مرحبا مشاهدينا الكرام، مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروتي على الفيسبوك. معكم انا محمد زناتي وزميلي المصور يوسف فواز مباشره من مدينه صيدا. يعني طبعا ايلول هو شهر العوده الى المدارس. بطبيعة الحال تنتهي، يعني ينتهي فصل الصيف، تنتهي العطلة ويبدأ التحضير إلى العودة إلى المدارس، وتشهد محلات بيع يعني الشنط المدرسية زحمة مواطنين وإقبال كثيف طبعا يعني بإطار التحضير للعودة إلى المدارس. نحن بأحد المحال المتواجد بمدينة صيدا لحتى نكون عم نشوف مع زميلنا يوسف فواز الإقبال الناس والمواطنين على هيدي المحال حتى يقدروا أو حتى يجهزوا أولادهم لبداية العام الدراسي الجديد. طبعا يعني مشاهدينا الكرام، تعود هذه أو بداية العام الدراسي مع يعني هناك الكثير من إذا كنا نقول الخوف على انطلاقة العام الدراسي بالنسبة للمدارس الرسمية، بحيث يعني تابعنا وإياكم في بث أمس مع أمين سر رابطة التعليم الأساسي في الجنوب حول يعني إمكانية عدم التحاق الأساتذة في المدارس، وذلك بسبب يعني عدم توفر أو عدم دفع بدلات يعني إذا كنا نعطيها ملائمة لهم، حيث يعني معظم معاشات القطاع العام لا يزال متدنيا بنسبة كبيرة جدا، فبالتالي هناك خوف على العام الدراسي بالنسبة للتعليم الرسمي. أما بالنسبة التعليم الخاص مشاهدينا، كنا نعرف أن المدارس بدأت تحضر حالة ولا سيما بعد ما رفعت أقساطها بشكل كثير كبير. مرحبا، كيفك حبيبي؟ شو اخبارك؟ رجعنا الذكرى السنوية. الحمد لله، شو اللي بنعاد عليكم يا رب. خبرنا كيف الأجواء اليوم، كيف الإقبال؟ بلش العالم العالم خبرنا كيف الإقبال عم كتير منيح، واللي عم بيخلي يصير في شغل أكثر وفي حركة أكثر هي التشكيل والسعر. طول ما أنت عم تكبر تشكيلتك، طول ما أنت عم تعمل سعر محدد وسعر منطقي لكل العالم لكل الطبقات، عم تعمل عم بتبلش في عندك شنطة $5، في عندك $10، في تشكيلة أنت عشوف عندي من دول المحدود يعني عم يقدروا كل الموديلات. عم بعطي ورا كمان شيء مثل هيك، مثلا حبت هذا المستوى كله، مثلا لما يكون بعشرة حب العالم كله بتقدر تاخذ عندك بالوجه، عندك هذا كلياته. خلينا يعطيك العافية، عم نجهز للأولاد للمدرسة لكل العالم. شو الوضع؟ والله مثل ما شايف الحمد لله. يعني كم ولد عندك؟ أنا عندي أربعة. لا الله، وين حطيتهم؟ أي مدرسة رسمي ولا خاص؟ لا رسمي. رسمي وين؟ بأي منطقة؟ أنا من المقاصد. ها؟ المقاصد. بالمقاصد سميت المقاصد؟ هلا حطينا بس هيدي نحن بالخاصة. إيه. والباقي رسمي. بالرسمي. بأي مدرسة حطيتهم بالرسمي؟ هون بصيدا؟ لا نحن بطريق جديدة. طريق جديدة بيروت؟ جايين على صيدا تشتروا شنط وهيك؟ بشمطها على طول، نحن بنجي لعنده. بيروت لهون؟ اي والله. يا حبيبي يعني اليوم خايفين على بداية العام الدراسي؟ في خوف ولا؟ والله الصراحة اي والله خايفين. اي أكثر شيء من الكورونا. أو كنت خايفين تتجدد كورونا؟ اي لأنه حسب ما فهمت أنا حسب ما فهمت انه في كورونا جدت من الاول جديد مثل ما بقولوا. طب هلا اذا بدي فوت على المدارس وانت دفعت المصريات شو حيصير فيك؟ يعني هذه مشكله عويصه. يعطيك العافيه حبيبي، موفق ان شاء الله. حلو شنطك. هلا انا اشتريت هذه الشنطه، برجع عليها. وين الشنطه؟ مين اشترى لك اياها؟ بابا. وين بابا؟ هي بدوش يحكينا بابا؟ حجك؟ انت معه يا حجه؟ لا بس حتى محل الحجه. هلا حجه. يعني فاذا مشاهدينا الكرام، مثل ما شفنا بهذه المقابله انه هناك طبعا خوف، ايضا خوف من اذا فينا نقول عوده انتشار الأوبئة والأمراض، لسيما مواضيع مثلا كان الحديث عن عودة كورونا، وكان هناك عودة على بعض إصابات كورونا.
يعني فإذا مشاهدينا مثل ما عم نشوف يعني هي كل أنواع ال هناك إقبال على كافة المستلزمات تبع الطلاب. فإذا مشاهدينا عم نشوف بدها تحكي المدام تقول لك احنا كبير هذا الوصف جبنا الكبير تعال تعال خلينا نحكي لا بك شغلوا لا شيء. فاذا يعني عم نتابع وياكم هذه المشاهد مباشره. عبد بشكل عام اليوم قلنا الاسعار تبلش يعني في اسعار قلت لي $5 في 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 لا توصل ل 25 30 بيكون في طلب كمان على الكل على تقيل اكثر على 45 انا عم خاف سعره بقول له لا بدي الاتقل بقول له 40 دولار بقول له لا في شيء اضبط انا صرت عم خاف سعره بقول له بدي الاحسن في شيء مش مزبوط بالبلد لبنان بلد العجائب نقطه على السطر بس الحمد لله مبدئيا نبلش الموسم كثير ممتاز الحمد لله. طلب ايضا على الجوت والاشياء طبعا جورد لانش بوكس لما كنا نحن نشرب 20 واحد من حنفيه كنا ننسيهم هلا صار كل ولد بده جورد اللي له بلون الشوز يمكن عم ياخذوا له جوردان وثلاثه كمان صلى بنعاد عليكم الله على عليك شو الموديلات كثير هذا الشيء لا انا محمد علي عم بجيب له الفروزن لان المدرسه اي بلد ولا فوت على المعمل كله صحيح صحيح عم يقطع يعني شوف لي برا يعني عم نشوف ماشي يطلع بيطلع الله يعافيك كلك ذوق فإذا مشاهدينا الكرام طبعا مثل ما ذكرنا أنه هناك يعني خوف من موضوع انطلاق العام الدراسي بالنسبة للمدارس الرسمية حنكمل جولتنا نحن لنشوف الناس سجلتوا لكم بالمدرسة؟ أكيد بأي مدرسة حطيتوا؟ مش هون ببيروت ببيروت جهزوا لكم كل شيء قبل المدرسة؟ إيه نشكرا كيف كانت الأسعار شكرا؟ قد ما بدك قد ما بدك هذا ولد يعني هذا شهر أيلول الله يعين اللي عنده أكثر إيه؟ شو تعتبروا شهر أيلول هو شهر الدفع شهر الدفع أكيد المجازر مجازر يعطيك ألف عافية يعطيك ألف عافية يعني فإذا حنكمل مشاهدينا جولتنا لنشوف أكثر فإذا كما ذكرنا مشاهدينا أنه شهر أيلول هو شهر يلي بيكثر في يعني أو ما يعرف عند الأهل هو شهر الدفعات بحيث يعني تبدأ التحضيرات للمدرسة تبدأ التحضيرات للكتب للتسجيل وباقي الأمور ف هنشوف بعض إذا بنقدر ناخذ بعض المواطنين جاي تاخذ الشنطه سجلتيهم بالمدرسه سبحان وين باي مدى حطيتهم رهبت عبره وكيف كانت الاصوات السنه كثير كثير صعبه كثير صعبه عن جد وجمال الله يعين اللي عنده ولد الله يعين طبعا بهيك بلد دمار وبلاش مجهزين هون عشان اعطوا كل شيء مش الحال كيف الاجواء كذا يلا منيحه مثل السنه الماضيه ولا خلص كل شيء صار عبره. تعودنا كل شيء صعب تعودنا اكيد يلا يعطيك الف عافيه ميرسي كثير يعني فإذا المشاهدين الكرام مثل ما تابعنا وياكم بهذا البث المباشر من أمام أحد المحال محال الشنط المدرسية في مدينة صيدا هناك إقبال نوعا ما مع بداية التحضيرات للعام الدراسي الجديد ولكن يعني
هناك مثل ما ذكرنا تخوف من المدارس الخاصة، عفوا من المدارس الرسمية، بحيث أنه من هناك تخوف من الإضرابات وتوقف الأساتذة عن التعليم. وأيضا هناك كما ذكرنا مشاهدينا تخوف من عودة، إذا كان هناك بعض الأمراض التي يعني بدأت تنتشر في بعض المناطق، ولا سيما مع يعني الأزمة الاقتصادية التي يمر بها اللبنانيون. فإذا مشاهدينا الكرام كنا معكم بهذا البث المباشر، كان معكم محمد زيت يوسف وصوت بيروت انترناشونال.